يعني لحظة ولادة كرم أول صرخة أطلقها في بكائه كانت لحظة ثقيلة، يعني من 73 يوم إحنا كان عندنا تخوف إنه توصل هاي اللحظة أحمد إنه يكون مغيب عنها. أحمد سابقا تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال وتم تحويله للحكم الإداري، وكان عنده تخوف إنه فعلا ما يحضر هاي اللحظة، لكن بسبب اعتقالاته المتكررة عند سجون الاحتلال. لكن للأسف إجت الضربة، إجا يعني من القريب، من ظلم يعني القربة، وظلم ذوي القربة أشد مضاطنا. اسم كرم له قصة، هي أكثر شخص اللي بيعرفها أحمد حتى قبل ما يتم ارتباطه بزوجته وهو في سجون الاحتلال، إنه إجته حلم بالمنام أو رؤية بالمنام إنه في طفل رقمه 13 راح يخصه، وإن شاء الله هذا رح يكون زي نعمة وكرم من ربنا لإله. بالضبط يعني هاي اللحظة كل زوج بيكون مع زوجته، كل زوج أول ما يوصل ابنه هو اللي بيحضنه، هو اللي بيتلقفه، لكن أحمد ما كان موجود، أحمد ما تلقف كرم، ما حضن كرم، الكل حوالين كرم والكل حضن كرم إلا أحمد. أحمد لحتى اللحظة ما بيعرف إنه صار أب. الفترة الماضية الأكثر بنعرف كان إضراب المحاميين، وكان هناك ما في يعني حضور من قبل المحاميين للمحكمة. الأسبوع الماضي توقف هذا الإضراب، وبدأ المحامي بطلب السماح بالإطلاع على الملف وطلب زيارة المعتقلين. للأسف حتى اللحظة بيتم تأجيل زيارة المحامي للمعتقلين، وبيتم طبعا كمان نفس الإشي إنه تأجيل اطلاعه على الملفات. أحمد مغيب منذ أكثر من 70 يوم عن أهله، عن بلده، عن شعبه، عن أهله. أثرت فينا غياب أحمد. اليوم أجا أحمد الولد البكر كرم، نور للدنيا وأجا الدنيا، ولحتى الآن إلى يوم تقريبا 20 ساعة أحمد بعرفش إنه صار أب. مظبوط احنا فرحنا لوجود كرم بيننا وانبسطنا وجود ابن احمد بيننا، بس احنا في نفس الوقت كان غصة في قلوبنا من سلطتنا الفلسطينية انهم ما فرجوش عن احمد، انهم لحد الان بوعدوا خلي احمد يتواصل مع زوجته، يتواصل مع اهله، ان نبلغه ان زوجته ولدت، ان صار اب. لحد الان ما اتصلوا احمد، لحد الان ما في لائحة اتهام، لحد الآن ما في قضية على أحمد، لحد الآن ما في إشي عند أحمد. اعتقال سياسي، ظلم سياسي.